How much? 650? No, 280. 280? في الواتساب يبيعونه 600. خلاص انا بدي لكم اياه 650. في واتساب؟ ايه هني 250. 250؟ 280. For the people. 280. بس يسوي لكم تغطيه سريعه عادي. حسابي في رخصه اعلاميه. خذ راحتك. قلت لهم يشوفون هني واير من هذا على الايثرنت الراوتر مال البيت. اوكي. وتحط هني بطاقتين. زين رقمي. لا بطاقه ولا بطاقتين، مش لازم بطاقتين. وتخليه في البيت. زين. وتسافر. تنزل الابلكيشن. زين. تشبك الابلكيشن مع الارقام اللي داخل. زين. تشبك انت هني في البلاد. ايه. بعدين تسافر. يوم تسافر. تستقبل مسجات، تتصل. تدخل على الابلكيشن مالهم. اوكي. تدخل الابلكيشن. زين. اختار الرقم. هو في رقم تختار وتتصل. تتصل كأنك في البلاد. بس اهم شيء انك في البلاد لما تصير في داتا، هذا يتصل على هذا. يدخل يعني هذا داخل على هذا. ومن هذا انت تتصل حق امك، حق ابوك، حق حد في البلاد. يبين رقم البلاد. هي تاخذ تستقبل مسجات. تصرف التعرفه الطبيعيه مالت تداخل الامارات. اصلا شركه اتصالات مستيده، لو انا اسافر واتصل من الشركه اللي انا شاري منها من برا ما بيحصل هذا ال 18 19 سنت. يعني بقول لك شيء، هذا الجهاز هو اللي يسوي الاتصال فعليا في الامارات. يعني بس انت هناك في لندن ما عندك رقم الامارات، عندك داتا. عندي داتا. تتصل من الداتا على هذا الجهاز، وهذا الجهاز يتصل كانه في الامارات. بين هذا الجهاز والشخص الثاني التعرفه العاديه للرسوم. ايوه. بس بين الكواليتي زين واس ام اس زين وكل شيء زين. زين وشو اسمه؟ انا ابويا ماكو مسكر المخرج.